تناولنا الأركان العامة والحقوق الصريحة، تناولنا الأركان العامة والأركان الخاصة والأركان الشكلية لعقد الشركات التجارية. والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو ما هو الحكم الذي يتعين تكريره في حياتنا إذا انتهى ركن من هذه الأركان التي تناولنا، سواء كانت أركان عامة أو أركان خاصة أو أركان شكلية. فهل الحكم هو نفس الحكم المنصوص عليه في القانون المدني؟ يعني البطلان، تمييز ما بين البطلان المطلق والبطلان النسبي، أم أن المشرع المغربي ترك منهج آخر يختلف فيه البطلان في نطاق الشركات عما هو معروف في نظرية الالتزام؟ ذلك ما سوف نراه إن شاء الله في خلال هذه المحاضرة التي سوف نخصصها لبطلان الشركات التجارية وآثار هذا البطلان. حاول المشرع المغربي من خلال الماده 134 من قانون شركات المساهمه ان يحدد اسباب بطلان الشركات التجاريه لاربع مسائل اساسيه. فنص المشرع من خلال هذه الماده حيث قال لا يمكن ان يترتب بطلان شركات التجاريه إلا عن نص صريح هذا القانون أو لكون غرض الشركة غير مشروع أو لمخالفة للنظام العام أو لجميع أهلية جميع المؤسسين. ما معنى ذلك يا من حول خلال هذه المادة؟ تقول هذه المادة لا بطلان إلا بناء على نص القانون، نص صريح في القانون. ثانيا أن يكون غرض الشركة غير مشروع. ثالثا أن يكون غرض الشركة يخالف للنظام العام. رابعا إذا عدمت أهلية جميع المؤسسين. نحن أمام أربع حالات تتعلق الأولى بوجود نص قانوني صريح يقرر هذا الطعن، ثم أن يكون غرض الشركة إما غير مشروع أو مخالف للنظام العام، ثم لا يكون هناك انعدام لأهلية جميع المؤسسين. فلو حاولنا أن نحلل هذه الأسباب فإننا نقسمها إلى البطلان المتعلق بالأركان العامة والبطلان المتعلق بالأركان الخاصة والبطلان المستند إلى نص صريح القانون. البطلان المتعلق بالأركان العامة جاءت هذه المادة كما قلت وقالت بأنه الشركة تعتبر لا تعتبر باطلة إلا إذا كان غرضها غير مشروع أو إذا كان غرضها مخالف للنظام. وسبق أن تناولنا في الحصة السابقة المقصود بعدم مشروعية غرض الشركة أي نشر الشركة، وهو مفهوم على أن نقول الشركة أو نشاط شركة غير مشروع أي أن النشاط هذا النشاط لا يكون في دائرة التعامل، أو بحسب التعبير الفرنسي أن هذا النشاط خارج عن دائرة التجارة. كل نشاط لا يدخل في دائرة التعامل فهو يعتبر غير مشروع. لكن هنا يجب أن نميز مسألة غاية الأهمية. النص يقول أن غرض الشركة يعني نشاط شركة غير مشروع أو مخالف للنظام العام. هل عدم المشروعية هو مخالف للنظام العام أم العكس صحيح أم غير صحيح؟ وما المقصود من بني النظام العام؟
لو حاولنا أن نحدد ما المقصود بنظام عام يجب أن نميز بين مسألتين غاية الأهمية. النظام العام المعروف النظام العام المعروف القانون العام ليس هو النظام العام المعروف القانون الخاص. نقول النظام العام في إطار القانون العام هو ما يعرف بالأمن والاستقرار والطمأنينة إلى آخره، هذا هو النظام العام. في النظام في القانون العام عندما تسمعون في أستاذ من أساس تقرؤون المادة من مواد القانون العام وتسمعون المسألة تتعلق بالنظام العام فهو يقصد غالبا أو عندما تتكلم عن اختصاصات العامله او اختصاصات السلطه التحليليه فمن اي اهميه هذه الاختصاصات والمحافظه على النظام العام. والنظام العام المقصود به هنا هو الامن والاستقرار والطمانينه ومأنينه الجمهور ومأنينه السكان انه الى اخره. لكن النظام العام في القانون الداخلي يختلف عن هذا المفهوم. اقول في القانون الخاص نظام العام في القانون الخاص يختلف عن هذا المفهوم. فالنظام العام في القانون الخاص هو مجموعة من الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع. ماذا يقوم هذا المجتمع؟ هناك أسس لا يمكن لهذا المجتمع أن يقوم إذا انهكت هذه الأسس. حتى أبسط هذه المسألة وإلى أذهانكم فأقول مثلا في القرن الماضي من الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي إلى حدود الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كان الاختلاط يعتبر متعلقا بالنظام العام. لماذا؟ لأن الاختلاط لأن النظام العام المعروف في القانون المغربي يستمد أسسه ومبادئه من أحكام الشريعة الإسلامية ومن التقاليد والإعراق والأعراق التي ذهب الناس على اتباعها. فاختلاف في ذلك الوقت هو يتعلق بالنظام العام، وان يمس بهذا النظام العام سوف يؤدي الى انهيار المجتمع، فلم يكن مقبولا فيه مطلقه ان يتكلم الشخص عن مساله اختلاف ما بين الذكور والاناث. لحد الساعه هناك لو ذهبت مثلا الى مدينه الدارجه او الرباط او فاس مدن العتيقه تجدون ان هناك ما زال بعض المدارس التي تحمل هذه الطبيعه، يعني هذا الاختلاط ما بين البنين والبنات. فتجدون ان هناك مدارس ما زالت مخصصه للبنين وهناك مدارس ما زالت مخصصه للبنات، وان كان عددها اقل نسبيا لكنها هذه المدارس تعود الى القرن الماضي الاربعينيات والثلاثينيات من القرن الماضي. حاليا لم يعد هذا الاختلاف مساله اختلاف، لم يعد لها اي دور يمس النظام العام في وقتنا الحالي نظرا لتطور المدنيه، واصبحنا نعتبر مساله الاختلاف مساله من التطورات ومن مساله الحضاره، لا يعتبر الامر فيه حيث طالما ان المسألة ليس فيها تجاوز عن الحدود. أما الشريعة الإسلامية على أن النظام العام المغربي هو يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية بطبيعة الحال تحرم هذه المسألة باختلاف ما بين الذكور والإناث. طبعا مفهوم النظام العام هو مفهوم مالي قد يختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. كما قلت مثلا بالنسبه للاربعينيات القرن الماضي والوقت الحالي المفهوم النظام العام الذي كان سائدا تلك الفتره ليس هو النظام العام السائد حاليا. كذلك بحيث ان كان فقد تعلمون وتعايشون يوميا هذه المساله مثلا بالنسبه للمبادئ وبالنسبه لبعض التقاليد المعروفه في بعض القرى وفي بعض المدارس الموجوده في الاطلس هي غير نفس المبادئ والافكار الموجوده بالنسبه للمدن. فهناك نظام عام ذاتي ونظام عام وطني يختلف عن المساله. كذلك لو قارنا النظام العام المغربي مع النظام العام الدول الاوروبيه مثلا اعطيكم مثال بسيط، مثلا الوصيه او القصاص للخليله هو يعتبر مساله مشروعه ولا تتعلق بالنظام العام في الدول الاوروبيه.
لكن بالنسبة للمغرب وبالنسبة للدول الإسلامية فهذا النساء وهذه الوصية هي تخص النظام العام، لأن لا يمكن الحديثة لا يمكن اعتبارها طرفا من الأطراف التي يمكن الإحصاء لها بكل شخص أن يوصي لها بأموال، لكن استنادا إلى هذه الطبيعة طبيعة أنها خليلة وليس استنادا إلى أنها شخص عادي، لأنه المسألة الخليلة هي محرمة بين طرف الشريعة الإسلامية ولا تقر بها ولا يقر بها الحكم الإسلامي. وبالتالي كذلك مسألة التبني، التبني هي محرمة مقتضى الشريعة محرمة مقتضى الشريعة الإسلامية. وبالتالي أما في بعض القوانين كما هو شأن بالنسبة للقانون التونسي أو بالنسبة للقوانين المغربية فالتبني هو حلال ولا يسوء النظام العام، وبالتالي تجدون هذا النظام العام يختلف من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر، قد يتسع أو قد يرتفع سقف هذا النظام العام في المزايات المتعلقة بالقانون الجنائي وينخفض هذا السقف مثلا بالنسبة للمجال المدني، وهذا مسألة بديهية لأن القانون الجنائي مرتبط بالمسائل المتعلقة بالجرائم وبالمس بحياة الأشخاص وبأموالهم إلى آخره. وبالتالي النظام العام هو جميع الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، فإذا تم مسه بأي أساس من هذه الأسس ينهار المجتمع ولا ينجح متماسكا. هذا هو النظام العام في المفهوم القانون الخاص وليس ذلك المقصود في القانون العام. إنما نتطرق إلى الشركات فكم بسيطة هذه المسألة، نقول إذا كانت هناك شركة تجارية أسست وبدأت تمارس نشاطا خاص بصناعة الأدوية، نشاط خاص بصناعة الأدوية، نقول بأن هذه الشركة غرضها مشروع صناعة الأدوية لا يحرمه المسلمين، لكن إذا أسست هذه الشركة لمباشرة أو لصناعة الأدوية دون أن تحصل على الإذن والتحفيز من السلطات المختصة، فنقول بأن هذه الشركة غرضها مشروع ولكنه مخالف للنظام العام. لماذا؟ لأن عدم الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بشأن أن يمد أو أن يمس النظام العام الصحي المغربي، لأن هناك مسألة صناعة الأدوية التي تتعلق بصحة الناس ولا يمكن أن يمسح الأمن الشرعي أمام الأشخاص بدون رقيب ولا حاسب من أجل صناعة هذه الأدوية، فلا بد هناك مشروع كشركة المشرع لمن يريد أن يتولى هذه الصناعة، فلا بد أن يكون له أن يكون متخصصا في هذه المسألة حاصل على شوارع علمها إلى آخره، ثم لا بد من الحصول على العلم حتى يكون هناك تحت رقابة الدولة في هذا المجال. بدون هذا الإذن وبدون هذا الترخيص فالأمر إن كان غرض الشركة هو مشروع لكنه يعتبر مخالفا للنظام العام. جاء المشرع المغربي من خلال المادة 337 وقال في ظل هذه المادة وقال بأنه لا مقارنة بما يخص الشركة التجارية إلا إذا انعدمت أهلية جميع المؤسسين، إلا إذا انعدمت أهلية جميع المؤسسين. وحينما نقول انعدمت أهلية جميع المؤسسين أهلية جميع المؤسسين فكما تعلمون يجب أن نميز ما بين انعدام الأهلية ونقصان الأهلية، فانعدام الأهلية شيء ونقصان الأهلية شيء، فانعدام الأهلية هو أقل والمنعدم شخص هذه الأهلية. هناك المسلمون الإدام الأهلية ليس نقصان الأهلية، الإدام الأهلية هناك المسلمون وهناك القاصر الذي لم يبلغ 12 سنة، القاصر الذي لم يبلغ 12 سنة والمسلمون هذو منعدمي الأهلية، منعدمي الأهلية كل تصرف يصدر عن هذا المسلمون حالة جنوني أو القاصر الذي لم يبلغ بعد 12 سنة
تعتبر تصرفات فاعلة، كيفما كانت هذه التصرفات سواء كانت عقودا أو إرادة مجردة المصير والدماء تعتبر تصرفات فاعلة. اللهم إلا إذا كانت هذه التصرفات دافعة من المحكمة كأن يهب له أشخاص أمواله أو يوصله بالأموال، هذه دافعة عن مقدم لهذا الشخص إما المجنون أو القاصر الذي لم يبلغ 12 سنة. فأهمية هذا القاصر الذي لم يبلغ 12 سنة والمجنون هي أهمية منعدمة بتاتا. أما الشخص أما ناقص أهمية فهي تضمن ثلاث مسائل ثلاث أشخاص. السفيه هو الذي يمدل أمواله فيما يراه العقلاء عبثا، والذي يبدل أمواله بما يراه العقلاء عبثا، لا يبدل أمواله بمسائل تعود عليه بالنفع وإنما يبدل أمواله بأشياء سابقة. هذا هو السفي، ليس السفي كما هو معروف في اللغة العامية التي ننطق بها هو السفي هو الذي يصدر عنه كلام فاحش إلى آخره، وإنما السفي في المفهوم الشرعي هو الذي يبدل أمواله فيما يراه العاقل عبثا. ثم هناك المحتوم حسب المشرع المغربي تقل مدونس الأسرة، وما كان عن المشرع من جهة الاسم المحتوم لأنه هو غير واضح، بل هو المحتوم يقول بأنه هو كل من يعاني من إعاقة دينية لا يستطيع مع شخص أن يميز بين في أفعاله وأقواله. وبالتالي حتى المجنون فهو معروف في هذه المسألة، ما كان على المشرع أن يدرج هذا المصطلح لأنه لا يمكن أن يدرك لا يمكن أن يشخص عادي ولو بلغ في علمه درجة عالية إلا إذا لم يكن خبيرا في مجال المجال الأكاديمي، لا يمكن أن يميز بين الشخص المعتوه والشخص المجنون. فالشخص المعتوه له مفهوم خاص لا يمكن لشخص القاضي أو الطالب أو الأستاذ أن يميز بين هذين يمكن أن يميز المقصود بالمعتوه، لأن هذا وصف وما وصفون وصفتون بمسائل استقلالية لا يمكن أن يفهم بها إلا ذوي اختصاص في هذا المجال. ومع ذلك فإن المشرع المغربي اعتبر أن المعتوه هو ناقص الأهلية. ثم هناك القاصر الذي بلغ في السنة ولم يبلغ بعد 18 سنة، يعني ما بين 12 و 18 وحن وصل 18 ولو بيوم واحد واعتبروا ناقص أهلية. هذا ناقص أهلية ثلاثة حقوق منعدم أهلية وجود المسائل منعدم أهلية، يعني ما عندوش إرادة جميع تصرفاته هي باطلة. المسلم والقاصر الذي لم يبلغ 12 سنة. أما ناقص أهلية فهو المعتوه والسفيه والصغير الذي بلغ 12 سنة ولم يصل إلى 16 إلى 18 سنة، لأن القاصر في هذه الفترة يكون قاصرا مميزا، إذا بلغ 12 سنة فهو قاصر مميز. لاحظوا معي المشرع المغربي خلال هذه المادة 33 يقول: لا غفران للشركة التجارية إلا إذا انعدمت أهلية جميع الفروع. إلا إذا انعدمت، معنى ذلك لو أخذنا مثال بسيط شركة المساهمة مؤسسة من مؤسسة خمسة شركاء، وكان خمسة شركاء خمسة مساهمين أقل خمسة مساهمين، وكان خمسة مساهمين أربعة مساهمين مسؤولين، وكان مساهم واحد يبلغ 12 سنة فهي صحيحة. مساهم واحد يبلغ 12 سنة والآخر المجانين فتعتبر صحيح، لأن يعني ذلك لم يمكن لصغيرين يبلغ 12 سنة أن يؤسس شركة مع أطفال من الروض يبلغون أقل من 12 سنة. وهذا غير المنطقي أن نقرر هذا الحكم، لأن استنادا إلى هذه المادة كما تم نقلها حرفيا من القانون الفرنسي، والمعلوم والمعروف في مجال التشريع في المغرب هو أن المجتمع المغربي ما بين قوسين يقوم بامتناع المفاهيم والقوانين دون أن يمحصها دون أن
يأخذ بالنظريات المائية دون أن يقف على ثغرة قانونية، دون أن ينظر إلى العيوب التي سابت تلك النصوص، فهو يأخذ هذه النصوص ويترجمها إلى اللغة العربية ويطبقها على المجتمع المغربي دون أن يمحص فيها. وبالتالي هذه الأفكار وجهتها أو هذه المادة المتعلقة بإتقال الفلوسان في شركة المساهمة وجهتها إتقالة تابعة في الفقه الفرنسي، ووجهتها أيضا بالنسبة للفقه المغربي، كذلك وجهها الفقه المغربي سهاما جارحا من النقد إلى هذه المادة، المادة 937، خصوصا بالنسبة للجانب المتعلق بأهلية المساهمين أو أهلية الشركاء بصفة عامة، أنه يقول أن النص لا بطلان إلا إذا انعدمت أهلية جميع المساهمين. معنى ذلك أيها المجتمع أنك أنت تسمح بتأسيس شركة من أطفال صغار أو من مشاريع، يكفي أن يكون شخص واحد ذو أهلية أو ذو سن أو ذو أهلية ناقصة فقط، كأن يكون سافها أو أن يكون طفلا بلغ سن ما خصنا أو أن يكون معذورا. فهل يعقل أن نولي ولاية أموال الولاية الولاية لهؤلاء الأشخاص على أموال أشخاص آخرين؟ هؤلاء الأشخاص لا يملكون الولاية على أنفسهم وعلى أموالهم، فكيف نوليهم الولاية وتدبير أموال أشخاص آخرين، خصوصا بالنسبة للشركات المساهمة؟ لأن هذه المادة ولدت في المقتضيات الواردة في قانون الشركات المساهمة، فكيف يعقل أن بالنسبة للسفيه فالسفيه هو يكون محفورا عليه؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتدبر بطريقة صحيحة بأمواله، فكيف نعطيه الحق بتأسيس شركة وبتدبير أموال أشخاص آخرين قد يكونون بحاجة إلى يسعون إلى تحقيق الربح؟ وهذا الشخص مثلا أو هؤلاء الأشخاص هم أشخاص لا ولاية لهم على أنفسهم، فكيف نعطيهم أو كيف نوليهم ولاية على أشخاص على أموال أشخاص آخرين؟ لذلك فإنه في رأيي، في رأيي الخاص ولكل شخص رأيه، في رأيي الخاص أن هذا المقصد لا يمكن تطبيقه على الشركات الأشخاص، لا يمكن تطبيقه على شركة التضامن ولا على شركة التوصية البسيطة ولا على شركة المحاسن، هذا المقصد خاص بالأهلية. لماذا؟ لأن الشريك في شركة التضامن هو يكتسب صفة تجارية، فلا يعقل أن نقول أن هذا الشخص هو تاجر والحال أنه منعدم الأهلية أو قاصر أو ناقص الأهلية. فالمقتضيات المتعلقة بالأهلية في مجال شركة الأشخاص تقدير أن يكون هذا الشريك ذو أهلية كاملة أو أن يكون مرشدا، على الأقل أن يكون مرشدا أو أن يكون ذو أهلية كاملة. ثانيا أن هذا الشريك، هذا النوع من الشركات يتحمل مسؤولية ضمانية ومطلقة عن ديون الشركة، فإذا لم تؤدي الشركة ديون الدائنين فيستطيع الدائن أن يطالب الشريك المتضامن شركة التضامن أن يطالبه بكافة الديون التي له على الشركة، فكيف يعقل أن نعطي صلاحية المطالبة بكافة الديون على القاصر مثلا أو المعتوه أو السفيه والحال أن الشريع الإسلامي بالضبط والشريع المغربي بالضبط أن تسبت هذه الجهات تهديدات إلى حماية هؤلاء الأشخاص من التصرفات الملحقة التي تلحق ضررا بأموالهم؟ هذا الشريع الإسلامي والشريع القانون المغربي من خلال فلسفته ومن خلال المقتضيات التي أوردها في قانون مدونة الأسرة وكذلك في القوانين الواردة في الفقه الإسلامي تهدم كلها إلى حماية هؤلاء الأشخاص في أموالهم. وإلا إذا كان شريكا شركة التضامن فالأمر لا يتعلق بالحماية، وإنما أن هذه الأموال سوف تصبح مهددة، لأن مسؤوليته في إطار هذا النوع من الشركات مسؤولية تضامنية ومطلقة. لذلك فإنه في رأيي أن الأمر يمكن تطبيقه استثناء على شركة أموال التي لا
يمكن تطبيقه على شركات أشخاص، لأن هذه الشركات لها خصوصية خاصة أو طبيعة خاصة لا يمكنها أن تستوعب هذا المفهوم الوارد في قانون 337 من قانون شركات المساهمة. الأركان الخاصة أو النظام المتعلق بالأركان الخاصة بشركات تجارية. درسنا في الحصة السابقة الأركان الخاصة، وهي كما سبق هي ركن التعدد وتقديم الحصة وتوزيع الأرباح والخسائر ونية المشاركة. أربع أركان. إذا هدم ركن من هذه الأركان فالعقد لا يمكن أن نصفه بأنه عقد شريك، لا يمكن أن نصفه بأنه عقد شريك، يمكن أن نصفه بأي عقد آخر، لا يمكن أن نصفه بأنه عقد شريك. هذه مسألة ناتجة حتمية لا يمكن لا تحتاج إلى ترتيب آخر. كل عقد ولو وصفه الشركاء بأنه عقد شركة وكان ينقص أحد الأركان الخاصة، إما ركن التعدد باستثناء شركة ذات المسؤولية المحدودة التي يمكنها أن تؤسس بشخص واحد، أو ركن تقديم الحصص، أو ركن توزيع الأرباح والخسائر، أو ركن النية المشتركة، فلا يعتبر عقد شركة بتاتا. والأمر والعبرة ليس بالتكييف الذي أطفاه الشركاء على العقد، وإنما بالتكييف الصحيح الذي يمكن أن يجريه القضاء على هذا العقد، فهو لا يعتبر عقد شركة وإنما يمكن أن يعتبر عقدا آخر. وفي هذا الإطار ذهب باتجاه التقييم في فرنسا، واعتبر بأنه يجب أن يميز بين المسائل التي تعتبر أركانا أساسية للعقد والمسائل التي تعتبر من العناصر المميزة للعقد. فركن التعدد وركن تقديم حصة وركن توزيع الأرباح والخسائر هي من الأركان الأساسية لعقد الشركة، أما نية المشاركة فلا تعتبر ركنا وإنما هي عنصر مميز لهذا لأعلاح الشركة، هو عنصر مميز وليس ركنا. هذا حسب هذا توجه حسب هذا رأي الفقهي، يقول هذا حسب هذا رأي الفقهي الفرنسي. في بناء هذا الرأي نقول أنه حقيقة أن هذا الأمر هو لفظ مجدد على تطبيقه بالنسبة لباقي العقود، لكن لا يمكن تطبيقه بالنسبة للشركة التجارية خصوصا في مجال المطار، لأننا لو نظرنا إلى كل مسألة من هذه المسائل لاعتبرت أساسها ركنا أساسيا داخل الشركة وفي نفس الوقت عنصرا مميزا للشركة. فلو مثلا مثلا إلى ركن التعدد فهو ركن أساسي داخل الشركة، لكن يمكن أن يعتبره عنصرا مميزا داخل الشركة. المشاريع المحدودة مثلا لم يعتبر بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة لم يعتبر ركن التعدد ركن أساسي بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، أجاز تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة بشخص واحد. من ذلك أن المشاريع لا يعتبر مثل هذا النوع من الشركات لا يعتبره ركن أساسي وإنما هو عنصر مميز. كذلك لو نظرنا إلى مسألة توزيع الأرباح والخسائر في دراستنا السابقة اعتبرناه ركن للمشاريع المغربي، اعتبرناه بأن توزيع الأرباح والخسائر هو يعتبر ركنا أساسيا في عقد الشركة، لكن لو نظرنا إليه من جانب آخر لا نعتبره أنه ركن، وإنما يمكن أن يتبع مثلا أنه يعتبر عنصرا مميزا للشركة وليس ركنا، لأن هذا العنصر المميز هو الذي يميزنا عقد الشركة الباقي أنواع عقود كعقد شبهية. فعقد شبهية مثلا لا يشترك في المشاريع نية توزيع الأرباح والخسائر أو ركن توزيع الأرباح والخسائر، وبالتالي فهذا الحق يعتبر أنه إذا كان هذا العقد ينقص أحد هذه الأركان أو هذه العناصر المميزة فالأمر لا يؤدي إلى بطلان العقد، وإنما يمكن أن نعمل نظرية تحويل العقد. ما معنى تحويل العقد؟ أن هذا العقد واحد شركة، بدل أن نقول بأن العقد باطلا
نقول بحالة كثير يقطع وصف شديد لهذا العقد، فنقول أن هذا العقد هو عقد مثل عقد تبرع، إذا كان مثلا ستعلم فيه نية توزيع أرباح ومساهم، ليس في نية التوزيع مثلا إذا كان مثلا يوجد في الشعب أن أحد الشركاء يستحوذ على كامل الأرباح، فهذا لا يعتبر عقد شركة ولكن يعتبر عقد تبرع. لكن في النظر لنا أن هذا الفكر لن يؤدي إلى المسألة التي تتعلق بها مسألة عمال نظر يتحول العقل المصوص عليها في المادة 209 من قانون التزامة والعقول، ولكن في النظر إلى النتيجة نحن نتكلم عن نظرية العطلان وعطلان الشركات التجارية، لكن في النظر دائما إلى النتيجة، هل النتيجة الأساسية النتيجة التي نبغيها، هل إذا انعدم عقل من الأركان الخاصة هل هذا العقل يسمى عقل الشركة أم لا؟ لا يعتبر عقد شركة، إذن هذا ما ركن من الأركان الأساسية متمثلة في التعدد وتقديم الحصة وهي في مسألة توزيع الأرباح والخسائر، فالأمر لا يعتبر عقد شركة. مسألة تحويل العقد لمسألة أخرى، كيف كان هذا العقد؟ سواء تم تحويله إلى عقد تبرع أو عقد جمعية أو عقد من العقود الأخرى، فالأمر يؤدي إلى بطلان العقد كعقد شركة، نحن لا نقول أمام عقد شركة. النص الأخرى النص صريح بالبطلان في القانون. الحالة الثالثة التي تعتبر أساسية في هذا النطاق والمرتبطة ببطلان الشركات التجارية هو أن المشرع المغربي جاء من خلال هذه المادة 937 من قانون الشركة المساهمة وقال بأنه لا بطلان إلا بنص صريح. إلا بنص صريح، وهذا على ذلك أنه إذا لم يكن هناك نص يقرر هذا البطلان فلا يمكن للقضاء أن يقدم البطلان شركة، لا يمكن للقضاء أن يقدم البطلان شركة، فلا بد أن يكون هناك نص صريح إلا بطلان بلا نص على غرار القاعدة المعروفة في القانون الأجنبي لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص على غرار هذه القاعدة كذلك في مجال الشركات التجارية فلا بطلان إلا بنص صريح، يجب أن يكون هذا النص صريح في إطار صراحة هذا النص، يجب دائما وأبدا حين نحاول أن نستنتج نصا قانونيا يجب دائما التركيز والتركيز بصفة أساسية على الصياغة القانونية لهذه النصوص القانونية، وحتى نفهم هذا المفهوم أعطيكم مثالين بسيطين يتعلقان بنفس الواقع أو هناك وقائع مماثلة لا بما يخص الشركات المساهمة ولا بما يخص باقي الشركات. فالمادة الخامسة مثلا من قانون باقي الشركات، وتعلمون قانون باقي الشركات هي شركة التضامن، شركة التصوير الوسطى، توزيع الأسهم والمحاصة وشركة المسؤولية العامة. أما قانون شركة المساهمة فهو خاص بشركة المساهمة، لذلك أريد وأكرر من المعقول أن بعض الشركات لا ينصرف الدين إلى هذا المفهوم، قانون شركة التضامن وشركة التصوير الأسهم أو البسيطة وشركة المحاصة وشركة المسؤولية العامة، حينما أقول شركة المساهمة ينصرف المفهوم إلى شركة المساهمة فقط. فالمادة الخامسة من قانون بعض الشركات تقدم، لاحظوا معي السيارة، باش ما لاحظوا معي السيارة، تقضي هذه المادة، المادة الخامسة من قانون بعض الشركة تقضي، يجب تحت قاعدة بطلان الشركة أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية، وسرد المشرع أو سرد هذه المادة البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي. معنى ذلك انظر إلى السيارة التي استعملها المشرع ويقول المشرع يجب تحت قاعدة بطلان الشركة، هذا نص صحيح ليس في هناك التباس أو غموض، يجب تحت قاعدة بطلان الشركة أن يؤرخ النظام الأساسي أن يتضمن البيانات التي نص عليها المشرع في هذه المادة وهي متعلقة باسم الشركة وأسماء العائلة والشخصية للشركاء ومدة الشركة ورأس المال إلى آخره. هذه بيانات، إذا نحن أمام بيان أمام نظام أساسي يتعلق بباقي الشركات، إذا لم يتأرخ أو لم يتأريخ لم يكن هناك تاريخ موجود على هذا النظام الأساسي، هذا النظام الأساسي يعتبر باطلا، النظام الأساسي هو العقل الذي يبرمه الشركاء في بابهم،
والذين ينظموا الحقوق والتزامات الشركاء الى اخره. هذا اللي كان الاستدلال اللي تضمن هذا النظام الاساسي التاريخ يعتبر باطلا. اذا لم يتضمن الدلائل التي نصت عليها الماده الخامسه فهو يعتبر باطلا. اذا النص صريح في بطلان التشريع. لان هذه واقع. هناك واقع ماثله لشركات مساهمه. واقعه ماثله لشركات مساهمه. نعم نصت عليها المادة 12. لاحظوا محسيها التي استعملها المشرع في المادة 12 من قانون شركات المساهمة. ماذا تقول هذه المادة؟ المادة 12 تقول يجب أن يتضمن النظام الأساسي البيانات الحسابية. وصار ذلك الشرع المغربي البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي الخاص بالشركة التجارية في هذه المادة 12. وجاء في ذيل هذه المادة وقال يقول بشكل عبارة إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل بيانات مطلبة قانونا فيمكن فإنه يخول من كل ذي مصلحة أن يتقدم إلى القضاء من أجل توجيه أمر بتسوية عملية التأسيس. الأمر يتعلق بواقعتين متماثلتين. الواقعة الأولى نصت عليها المادة الخامسة تتعلق بالنظام الأساسي وبياناته، والمادة 12 تتعلق خاصة بالشركات لباقي الشركات، والمادة 12 تتعلق ببيانات النظام الأساسي الخاص بشركة المساهمة. واقعتين متماثلتين. هذه تتعلق بالنظام الأساسي ببياناته وتتعلق ببيانات النظام الأساسي. المشرع في المادة الخامسة استعملها تحت قاعدة المطلان. يجب تحت قاعدة المطلان أن يتضمن النظام الأساسي بيانات نصوص على المادة الخامسة. لكن في المادة 12 لم يستعمل هذا المصطلح يجب تحت قاعدة المطلان. استعملها قال يجب أن يتضمن النظام الأساسي بيانات التالية وذكر هذه البيانات. وجاء في أخر المادة وقال إذا لم يتضمن هذا النظام الأساسي هذه البيانات فيمكن لكل ذي مصلحة قد يكون مساهما أو دائما أن يتوجه إلى المحكمة من أجل توجيه أمر بتسوية أسباب البطلان. أسباب التأسيس ولم يقل البطلان إنما قال أسباب التأسيس. تسوية أسباب التأسيس أن ذلك إذا كان هناك نظام أساسي يتعلق بشركة المساهمة لا يوجد فيه بيان من البيانات فهو لا يعتبر باطلا على خلاف المادة الخامسة. المادة الخامسة النظام الأساسي يعتبر باطلا، أما النظام الأساسي شركة مساهمة فلا يعتبر باطلا، إنما يمكن للمساهمين أن يطلبوا تسوية مسألة التأسيس. لذلك يجب دائما أن نركز على الصياغة القانونية حينما نريد أن نستنطق هذا النص أو نقوم بتحليل هذا النص وهو قرار مع نص آخر، ولا يمكن أن يكون حكمنا على الأشياء الظاهرة، لأن الحكم على الأشياء الظاهرة قد يؤدي إلى أحكام غير مستساغة من ناحية المنطقية ومن ناحية الصياغة القانونية. لو حاولنا أن نرجع إلى صراحة النص أو من النص الصريح حسب ما أورده المادة 37 من قانون شركة المساهمة ونبحث عن هل المشرع يقول بالبطلان أو غير البطلان نجد أن قانون التزامات العقود وكذلك قانون شركة المساهمة وقانون بعض الشركات يتضمنون العديد من النصوص القانونية التي تقضي ببطلان الشركات التجارية. مثلا البدة أو الفصل، هناك فصل في قانون التزامات والعقود يقول بأن الشركة التي تؤسس ما بين الأب والابن القاصر هي باطلة. النص المؤسس الشركة التي تؤسس ما بين الابن القاصر والأب هي باطلة، أو ما بين النائب القانوني سواء كان أبا أو وصيا أو مقدما والقاصر هي باطلة. هذا الحكم قد أثيرت حوله درجة على مستوى تحليل فقهي، لأن هذا النص من حيث الواقع العملي يخالف بعض المقتضيات الواردة في الشريعة الإسلامية. إذا كان يمكن قبول هذا الحكم بالنسبة حتى تؤمنز هذه المسألة، لأن المشرع المغربي حينما نص على هذه المسألة فغايته في ذلك هو المحافظة على أموال القاصر، لأنه قد يستغل هؤلاء هذا النائب القانوني قد يستغل الشركة ويقوم باستغلال
أموال الخاصة تستدعي حسب الشركة، وتعرفون أن الشركة حينما تخصصاً بك تجارية، وشركة تجارية يقول أن مسألة التجارة هي ربح وخسارة، وقد استغلوا هذا هو ويقوموا باستغلال أموال الخاصة. فتبادل لهذا الاستغلال نص المشرع المغربي على أن تأسيس الشركة ما بين الخاصة والنائب القانوني يعتبر باطلا. إذا كان يمكن قبول هذا الحكم بالنسبة للنائب بالنسبة للوصي والمقدم، فهل يمكن قبوله بالنسبة للولي يعني الأب؟ هل يمكن القول بأن الأب هو أيضا مسؤول ربما تخوف المشاريع يتخوف من أن يستغل الأب أموال ابن القاسم؟ إذا كانت هناك حالة استثنائية فلا أمر أن المسألة الاستثنائية يبقى موقفون أو يبقى وضعون شاد لا يمكن أن نقص عليه ولا يمكن أن نتوسع فيه، وخصوصا أن هناك مبدأ معروف في الفقه الإسلامي يقول بأن الأهل محمول على المصلحة في تصرفات أموال ابنه، أي تصرف يقوم به الابن فهو محمول على المصلحة، لأن هناك زرع في الأهل حول الناس في اتجاه أموال ابنه واتجاه جسد ابنه واتجاه حياة ابنه، فهو دائما يسعى إلى ما هو في صالح هذا الابن، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن كل أب أبرم كل أب لا يستحق من الأب أن يستغل أموال الخاصة، فالمسألة أن الفقه الإسلامي يقول بأن جميع تصرفات الأب هي محمول على المصلحة، محمول على المصلحة في أموال الخاصة، ولا يمكن بكل تأكيد أن نقول أن هذا الأب يريد أن يستغل أموال الخاصة لذريعة الشركة، وبالتالي توجه هذا الفقه وقال بأن هذا النص صراحة هذا النص تخص حالة تأسيس الشركة ما بين الأب والخاصة فقط، أو ما بين النائب القانوني والخاصة فقط. إذا كانت أسست هذه الشركة ما بين هذين الشخصين النائب القانوني سواء كان أبا أو خاصة أو وصية أو مقدمة، وما بين الخاصة أسست فقط ما بين هذين الشخصين فهي باطلة، يبقى لك النص والقانون كما تلقون. أما إذا أسست هذه الشركة ما بين الأشخاص كثر ومن ضمن هؤلاء الأشخاص ومن ضمن هؤلاء الشركاء هناك القاصة والنائب القانوني، الشركة لا تقال الشركة هي صحيحة. كذلك إذا ما أسست هذه الشركة ما بين الأشخاص كثر لبين القاصة والنائب القانوني وأصبحت بعد مرور مدة معينة أصبحت هذه الشركة في يد هذين الشخصين يعني النائب القانوني والقاصة فهي لا تقال. مثلا تؤسس الشركة مثلا ما بين أشخاص ما بين شخصين قرباء مثلا وما بين الأب والقاصر أو ما بين الوصي المقدم والقاصر، وتم مثلا انتقال جميع حصص الشركة انتقلت إلى القاصر أو إلى الأب مثلا كوفاة هؤلاء الأشخاص، وكان القاصر أو الأب هو الولي الشرعي لهؤلاء الأشخاص شركاء أيضا، فهذا الأمر فهنا لا يمكن أن نقرر بطلان الشركة، لأن المنع نطاق المنع محصور حسب هذا الفقه، نطاق المنع محصور في تأسيس الشركة ما بين هذا المنع القانوني والقاصة فقط، أما إذا كان هناك شخص آخر فالشركة لا تبقى. هذا نص فيه نوع من الغموض، فيه نوع من الغموض، هو ليس صحيح ولكن فيه التباس، وبالتالي فالأمر يتوقف على ما سوف يستقر عليه القضاء. إذا أخذ القضاء بهذا التوجه وبهذا الاجتهاد وصار عليه في أحكامه المتوالية تصبح بمتبشير قاعدة قانونية، ليست قاعدة قانونية بالضبط، ولكن كأنه اجتهاد مستقر يتعين على المحاكم فتأخذ به، خصوصا إذا صدر عن محكمة النقد، لأن كما تعرفون الاجتهاد القضائي لا يعتبر في مفهوم المدرسة الياسينية لما ترد مصدر رئيسي أو مصدر رسمي للقاعدة القانونية، وإنما هو مصدر تفسيري فقط، لأن الاجتهاد القضائي لا يعتقد إلى طابع الشكل، القاعدة القانونية أو القانون له طابع شكلي يجب أن يأخذ حينما يريد المشاريع المسيرة القانونية
هو تحديد مهم الإجراءات. أهم هذه الإجراءات هو نشر هذا النص القانوني أو القانون في الجريدة الرسمية. أما اجتهاد قضائي فهو لا ينشر في الجريدة الرسمية. وبالتالي إذا كان قاعدة تقول بأنه لا يعذر أحد بجهل القانون فلا يمكن أن نطبق قاعدة أخرى ونقول لا يعذر أحد بجهل اجتهاد قضائي، لأن الأساس الذي بنيت عليه هذه القاعدة هو أن القانون ينشر في الجريدة الرسمية والإنسان محمول على ملكيتها. أما الشهادات القضائية فالإنسان غير محمول على ملكيتها، ويمكن لأي قاضي أن يهيئ هذا الاجتهاد باجتهاد آخر. وبالتالي فطبع استقرار الذي يجب أن تتميز به القاعدة القانونية سيكون منعدما بالنسبة للاجتهاد القضائي، طالما أن القاضي يمكن أن يغير هذا الاجتهاد ويجتهد ويعطي اجتهادا آخر. وبالتالي فالقاعدة الاجتهاد القضائي لا يعتبر مصدرا رسميا للقاعدة القانونية، إنما مصدرا رسميا فقط. وهناك أيضا مجموعة من النصوص الأخرى التي تقضي ببطانية الشركة، مثلا الشرط أو الذي يتضمن عقد الشركة والذي يقضي بمنع الشركاء ثاني الملك، فهذا يؤدي إلى بطلان الشركة، إنما ليس أثناء من الشركة وإنما أمام عقد تبرع. أو الشرط الذي يقضي بمنع أحد الشركاء نسبة معينة من الأرباح تفوقه حصته ورأسمال الشركة، فهذا يؤدي إلى بطلان الشرط وبطلان أيضا العقد. فهذا نص صريح ورد عليه النص المادة 134 قانون التزامات والعقود. كذلك الأمر بالنسبة لشركة المسؤولية المحدودة، وهي الشركة الوحيدة التي تم فيها المشاريع المغربي من حيث ركن التعهد، وقال بأن هذه الشركة تؤسس بشريك أو بشخص واحد وحقها الأقصى هو 50 شركة. هذا هو المنص على الأمن. فإذا ما تجاوز عدد الشركاء شركة المسؤولية المحدودة الحد الأقصى، تجاوز 50 شركة، فيجب أن تتحول هذه الشركة إلى شركة مساهمة خلال عامين. يعني ذلك إذا مرت مدة عامين دون أن يتم تحويل شركة المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة والتي توقر على أكثر من 50 شركة، فتعتبر فيجب تقريره ببطلان هذه الشركة. هذه النصوص صريحة تقديم هذا البطلان، وهناك عدة نصوص يتعين العفو فيها. ما هذه إذن هي أسباب بطلان الشركات التجارية. لو حاولنا أن نستنتج أو أن نستخلص أثر هذا البطلان، عندما نقول البطلان نحاول نستخلص أثره بما يقول الشركات التجارية، فمن المعلوم أنه تبقى للنظرية العامة للالتزامات أن بطلان الشركات هو الهدف السواء. أقول أن البطلان الالتزامات هو الهدف سواء، تبقى للنظرية العامة للالتزامات، البطلان هو الهدف سواء، لا يمكن أن ينتج أي أثر. إذا ما تقرر بطلان العقد فمعنى ذلك أن هذا العقد معدوم أصلا، لا يمكن تصحيحه إلا إذا كان هناك سبب لتصحيح وإصلاح للمشاريع المغربية. وهنا بغاية أهمية وتبقية أهمية، هو أن المشاريع المغربية تبقى للأحكام الواردة في النظرية لحكم الالتزامات في إحكام الالتزامات والعقود، أنه يميز ما بين نوعين من البطلان، يميز ما بين نوعين من البطلان، هناك البطلان المطلق وهناك البطلان النسبي. يسمى الأول البطلان بصيغة بمصطلح مجرد أو بصيغة مجردة يقول البطلان، والبطلان النسبي يسميه بالإبطاء. فالبطلان هو أثر من أثر انعدام العقد، انعدام ركن من أركان العقد، كل عقد له أركان، فإذا عدم ركن من هذه الأركان يكون أمام بطلان مطلق وليس بطلان نسبي. إذا مثلا أتى عن معنى العقود تعرفون أنها يعني كما درسنا هي الأهلية تبقى للقانون المغربي، الأهلية والرضا والمحل والسبب. إذا عدم ركن من هذه الأركان
لا يكون أمام أحد، لا يكون أمام هذا لا يتصور عنه، هذا بطلان مطلق. ويتعين عليه كما أنصح بها من تلقاء نفسها، أنصح بها هذا المطلق من تلقاء نفسها دون أن يقدم إليه قال في هذا الشيء. أعطيكم مثال بسيط لنقل مثلا أبرم عقد ما بين مجنون وما بين شخص من أهله، قال المجنون قلنا أنه من أهل الأهل، إذا ليس له أهل، هنا هذا العقد تنقصه تنقصه الركن الأساسي هو الأهل. يؤثر إذا ما طالب، إذا ما طالب هذا الشخص من أهله أو المجنون طالب أمام المحكمة بتنفيذ هذا العقد وتبين للمحكمة أن هذا العقد ينقصه حقا، فيجب عليها أن تقديم بطلان هذا العقد حتى وإن كان الطالب المرشد كما لا يتعلق بإبقاء العقد وإنما يتعلق بتنفيذ العقد، ولا يتعلق بهل العقد صحيح أم غير صحيح، وإنما يتعلق بتنفيذ العقد، يجب عليها تقديم بطلان لأن هذا العقد ينقصها أحكام الأساسية والبطلان يتعلق بالنظام العام. وهذا بعكس مثلا إذا كان أحد الأشخاص قد تم التدليس عليه وطالب أحد الأشخاص الآخرين مثلا بتنفيذ العقد ولم يثير هذا الشخص المدلس عليه، لم يثير مسألة العقاب، فلا يمكن المحكمة أن تقضي به بطلان العقد حتى وإن تأكدت أن هذا الشخص مدلس عليه. لا يمكن ولا أن المسألة يجب على الشخص المعني أن يقدم طلب إلى المحكمة لأنه لا يتعلق مسألة لا تتعلق بالنظام العام ولا يتعلق بركن، إنما التدليس هو يتعلق بشروط صحة الرضا وليس بركن العقد. تليش هو المميز ذلك. هذه الأحكام وهذه الأفكار التي نتحدث عنها الآن هل يمكن تطبيقها على شركة تجارية؟ المشرع المغربي يسير في اتجاه آخر ولم يسير في اتجاه معروف نسبة المدارية العامة للالتزامات الموجودة في قانون التزامات العقود والتي ترسموها في السنة السابقة، وإنما قال بأنه يمكن تسوية أسباب البطلان حتى وإن كان هذا العقد عقد شركة باطل يجب فتح باب تسوية هذه الأسباب. إذا كان هذا النظام الأساسي مثلا تنقص إحدى البيانات أو إذا كان هناك بعض الأحكام غير موجودة مثلا إلى العامة أو هناك تدليس أو إلى آخره، فهذا يعني أن المشرع يفتح باب تسوية أسباب البطلان. فقال بأنه هناك فترة تمنحها المحكمة ويمنحها المشرع للشركاء من أجل تسوية البطلان، ولا يمكن للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد عقد الشركة إلى غاية حتى تعلم أن الأطراف قاموا بتسوية أسباب البطلان ويبقى هذا الباب مفتوحا بما يخص تسوية البطلان إلى غاية اليوم الأخير الذي سوف تقوم به المحكمة ببطلان العقد. لنقل مثلا تم تأسيس الشركة مثلا في يناير، في يناير وفي شهر 5 مثلا تم رغم مثلا في شهر 3 مثلا أو في شهر 2 رفع الشركاء دعوة للمحكمة من أجل المطالبة ببطلان الشركة. لماذا؟ لأن هذه الشركة لم يتضمن النظام الأساسي، النظام الأساسي إلى البيانات الأساسية. ففي شهر 5 في 2 في شهر 5 أو في 30 من شهر 5 كان هو اليوم المخصص للمحكمة للنطق بالحكم القاضي ببطلان الشركة، وفي ذلك اليوم يعني 30 من شهر 5 قال الشركاء بتسوية أسباب البطلان، مثلا إصلاح ذلك البيان القاطع أو البيان الذي لم يتم إدراجه، فهو المجتمع حتى في غير ذلك اليوم لا يمكنها أن تقضي ببطلان الشركة طالما تم تسويته. وهنا المشرع مانح فترة لا يمكن للمحكمة أن تصدر الحكم في فترة أقل منها، وقال بأنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر الحكم بتقرير البطلان إلا بعد مرور شهرين من تقديم الطلب المقال أو تقديم المقال الابتداعي، من ذلك أن هناك مدة شهرين وهي مدة كافية بالنسبة للشركاء من أجل القيام بإصلاح أسباب البطلان أو بتسوية أسباب البطلان. بل الأكثر من ذلك أن هناك بعض الحالات الخاصة كما هو الشأن مثلا بالنسبة لشركة بعض الشركات
التي لا يمكن أن يقرر فيها المسير أو مجلس الإدارة، وإنما يجب على جميع الشركاء أن يجتمعوا في الجمعية التي تسمى الجمعية العامة المهادية أو غير المهادية، وهذه الجمعية العامة المهادية أو غير المهادية تسمى أسميها أنا بعبارة كأنها هي برلمان، برلمان الشركة تحصل في المسائل التي تخرج عن اختصاص المسير وتحصل في المسائل الأساسية المتعلقة بالشركة. فإذا كان القانون يفرض أو النظام الأساسي يفرض لاتخاذ بعض الأمور في انعقاد هذه الجمعية، فإن المشرع أعطى للمحكمة صلاحية مطلقة أو صلاحية سلطة تقديرية مطلقة، ويمنح الشركاء كافة الوسائل من تمديد المدة حتى تنعقد هذه الشركة وحتى يقرر الشركاء أو المساهمون في مسألة تسوية أسباب البطلان. مثلا شركة المساهمة مثلا قد تنعقد قد يحتاج الأمر بالنسبة لانعقاد هذه الشركة وقتا طويلا، قد يكون المساهمون مثلا يقتلون في مدن أخرى أو دول أخرى، فيجب دعوة هؤلاء المساهمين للعضو إلى الجمعية العمومية أو الجمعية العامة حتى تنعقد هذه الجمعية بطريقة صحيحة، وقد بعد توجيه الاستدعاءات قد لا يحضر جميع المساهمين او جميع الشركاء، فقد يكون قد يفرض مثلا النظام الاساسي لاحقاد هذه الجمعيه بكميه صحيحه حضور مثلا الثلثين ولن يحضر يعني جميع الا الثلث او الربع، فيقتضي الامر اعاده توجيه استدعاءات الى هؤلاء المساهمين او الشركاء حتى تنعقد الجمعية التي هي صحيحة، وهذا الأمر أو هذه المسألة قد تتخذ أو قد تأخذ وقتا طويلا، وبالتالي المشرع سمح للشركات سمح للمحكمة وأعطى شرطة تقريرية واسعة يمكنها أن تمنح لهذه الشركة وقتا إضافيا طويلا حتى تستطيع أن تنعقد الجمعية العامة وتفوز في مسألة تسوية أسباب البطلان. إذا كان في أحد الأشخاص أو لطلبة سؤال في هذا المجال فليتفضل. مشكور. قبل أن ننتقل إلى أفراد في كراسي أخرى.
ليس هناك مقصد قانون صحيح، ولكن الفقه تبقى لهذه الصيغه يقول هذه الصيغه حددت نطاق الرضوان فيما يخص الشركات التي تقوم بالاثم والقصد، حددت ان الرضوان مقتصر فقط على حاله تاسيس الشركه ما بين الاثم والاثم فقط، اما الحاله الاخرى التي يكون فيها الخير مع هذين الشخصين ابن والقاسم فهي لا تؤدي الى المطلق، سواء تم تاسيس هذه الشركه ابتداء ما بين الاب والابن واشخاص اخرين، او تم تاسيسها وانتقلت جميع الحصص مثلا الى الاب او الابن، كذلك الوالد او مثلا تقام بشركه عباره مثلا عن شركه مساهمه مثلا ويشتري اسهم خلال فتره من العام حاله البلده 1958 التي درستها سابقا. البطلان الاسمي هو القابلية البطلان الاسمي هو القابلية للإطلاق، سميه المشرع المغربي قبل سنة تقول الإطلاق، يسميه القابلية للإطلاق وهم يسميه بالإطلاق، حينما تجد مصطلح الإطلاق تأكد بأن الأمر ليس على قبل نظام يعني، فهو بطلان الاسمي، حينما تجد بطلان فهو بطلان المطلق يتعلق بالنظام العام. الآثار دائما حقار آثار بطلان الشركات التجارية، آثار بطلان الشركات التجارية حينما نتكلم عن آثار البطلان بصفة عامة وحال المغرية العامة التي تمت، نجد أن آثار هذا البطلان هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على التعاقد، إعادة المتعاقدين إلى الفترة السابقة على التعاقد في عقد البيع، شخص عبر مع بيع مع آخر المشتري والبائع وبعد مدة تم إبطال هذا العقد أو بطلان هذا العقد، تقرير بطلان هذا العقد، فالبطلان يقضي بأن يرجع المشتري الشيء المبيع إلى البائع، وأن يرجع البائع الشيء الثمن إلى المشتري، يعني لابد من إعادة هذا الطرفين إلى الفترة السابقة على التعاقد، كأنه لم يتم إبرام ذلك العقد مطلقا، فإذا كان هذا الحكم يمكن تطبيقه بالنسبة للعقود الفورية، هل يصدق على كافة العقود؟ عقد بيع وعقد فوري، أعطيك الثمن تعطيني الشيء المبيع، ينتهي مسألة العقد. إذا كان هناك بطلان يتم إعادة الطرفين للبائع والمشتري إلى الفترة السابقة على التعاقد، البائع يرد الثمن إلى المشتري والمشتري يرد المبيع الشيء المبيع إلى البائع وينتهي الأمر. هذا هو أثر البطلان وفقا للنظرية العامة للالتزامات. إذا كان هذا المسألة تصدق على العقود الفورية، فهل يصدق الأمر على عقود أخرى؟ خصوصا الزمنية والتي يسري فيها يلعب فيها الزمن دورا أساسيا في ترتيب الآثار القانونية، مثلا عقد الكلاء، عقد الشغل، عقد الكلاء لنقول عقد الكلاء، مثلا أنت أعطيكم مثال بسيط حتى تفهموا المسألة، أنت كطالب اشتريت محلا أو سكنا بما من 500 درهم وبعد مدة ثلاث أشهر تم قرار بطلان هذا العقد لسبب من الأسباب، إما لأن المشتري مجنون أو هناك سبب من أسباب هذا البطلان. القاعدة العامة في حل البطلان تقضي بأن يرجع إليك المكري الأجرة لمدة ثلاث أشهر، ثمن الأجرة لمدة ثلاث أشهر، وأن ترجع عن تكفيك العين المكسرة إلى المكري، أنت كمكسرة. هو القاعدة العامة تقلي القانون تقلي البطلان ورزقه في قانون تجارة العقود. هل إذا كان هذا يصدق بالنسبة للاسترجاع أو استرداد، إذا كان هذا يصدق بالنسبة للمقرض، يمكنه أن يرجع إلى المكسري الأجرة أجرة ثلاثة أشهر. فهل أنت كطالب كمكسري تستطيع أن ترجع إلى المقرض المنفعة التي استغليتها لمدة ثلاثة أشهر؟
يستحيلوا يعني تستريح واستفزع من هذا الكلام لمدة 3 أشهر ولا تستطيعوا أن ترجع هذه المتعاقبة المسائل مسألة تتعلق بمسائل غير مخصوصة مسائل معنوية هذا بخلاف المسائل المادية لذلك إذا في المسائل العقود الزمنية التي لا يعود الزمن دورا أساسيا لا يمكن تطبيق هذا الخطر حسب الوطن المباشر يعني لا يكون له أثر رجعي إرجاع المتعاقدين إلى الفترة السابقة للتعاقد وإنما يتوقف بشأنه أثر حرم كذلك على الشركة المسائل الفردي أنت وقام بأن أثر الوطن على الشركة ليس أثر رجعيا ليس أثر رجعيا وإنما أثر فوريا لو طبقنا القاعدة العامة المعروفة في نظام القانون في صفة العقود نقول إنه دار أوكلت شركة من الشركات مثلا أسست في سنة 1990 وتم إبقاؤها مثلا نتيجة سبب من الأسباب في سنة 2010 فلو طبقنا نظام المكان نقول إن جميع تلك التصرفات في 1990 إلى 2010 هي معقولة وهذا غير ممكن وغير معقول لأن يعني سبب حقوقا وإلى آخره وسبب العقود إلى آخره فجاء المسلم وقال بأن أثر المقال مثل الشركة الشريعة لا يعتبر أثرا رجعيا ولكنه أثر فوري على ذلك أن المقال يسري في الماضي الحاضر وفي المستقبل ويسري في الماضي بعبارة أخرى أن جميع التصرفات التي أقررتها الشركة مع الغير هي صحيحة تبقى صحيحة أما التصرفات التي سوف تبرمها الشركة ما بعد تقرير البطلان لما يصدر حكم بهذا البطلان يصدر حكم بالبطلان فإذا كانت الشركة بأي تصرف بعد هذا الأمر فيعتبر باطلا أي أن البطلان يسري في الحاضر وفي المستقبل وليسري في الماضي إذا كنت أسست الشركة في شهر يناير وتم تقرير بطلانها في شهر أكتوبر صدر حكم بالمطالب في أكتوبر هذه وقالت هذه الشركة بأن شهر عشرة أبرمت عقود وصفقات ما بين شهر يناير وما بين شهر أكتوبر هذه الصفقات وهذه العقود وهذه المعاملات هي صحيحة هي صحيحة لكن العقود والصفقات التي تبرم الشركة بعد شهر أكتوبر هي باطلة لأن شهر أكتوبر هو الشهر الذي صدر فيه الحكم بتقرير البطلان فإذا ما كان الشركة أبرمت صفقات أو العقود بعد الحكم الذي صدر في شهر أكتوبر فهو يعتبر باطلا والبطلان له أثر فوري في الحاضر والمستقبل ولا يمكن أن يتدفق إلى الماضي هنا الفقه تساءل إذا كان المشترى جميع الدول أخذنا بهذا الأثر أثر البطلان وأن له أثر قوي وليس أثر رجعي فما هو السبب الذي يمكن أن نعتمد عليه لتقرير صحة هذه العقود التي تبرمها أو أبرمت الشركة في فترة تأسيسها أو في فترة نشاطها عندما كانت تمارس نشاطها هنا قال المشترى بما يسمى بتدريس الشركة الفعلية الشركة الفعلية الشركة الفعلية هي الشركة التي تم قيدها في السجل التجاري وحينما تقيد الشركة في السجل التجاري معنى ذلك أن هذه الشركة هي صحيحة من حيث الواقع من حيث الظاهر هي شركة صحيحة هي الشركة الشركة الفعلية هي الشركة التي تم قيدها في السجل التجاري لكنها تتضمن سببا من أسباب بطلانها وتم تقرير على البطلان وعيد الشركة الفعلية هي الشركة التي تم قيدها السجل التجاري وتتضمن هذه الشركة سببا من أسباب بطلانها وتم تقرير هذا البطلان بحكم القضاء لنحن أمام وضع أسست الشركة لكم مثال بسيط شركة تم تأسيسها وتم قيد وصفه التجاري لكن هذا النظام الاساسي لهذه الشركه لا يحتوي على احد البيانات الاساسيه لان هذه الشركه تحيل سبب من اسباب البطلان وتم قيد وصفه التجاري بالرغم من انها تحيل جرثومه فساد داخلها
هذا العقد يحمل ذات المساسات داخلها، وسلف البطلان او الانفاق مسلط على هذه الشركه من حيث الرقعه. هي اسست بمقتضى القيد السجل التجاري وتتضمن سببا من اسباب بطلانها، وجاء يوم في يوم من الايام قرر القضاء ان هذه الشركه بما ان على طلب قرر القضاء ان هذه الشركه باطله. لذلك فكرت يعتبرون بان صحه تلك الصفقات وتلك العقود التي اغرقت الشركه في فتره نشاطها بالرغم من انها كانت باطله وبالرغم من انها قلدت في التجاري الى ان تلك الصفقات هي صحيحه استنادا لماذا؟ هذا مفهوم معروف القانون العام يعرف بنظريه الداعم. هذه النظرية الثانية حتى لو ممكن حتى السيرة التي قالها المفهوم النظرية الثانية لنفرض أن هناك شخص وهناك طفل معه طفل، لا نقول في اللغة ولكن معه طفل، وهذا الشخص يعامل هذا الطفل معاملة ابن، يقوم بملابسه وبحضارته وبتربيته إلى آخره. فكل الناس جميع الناس يعتبرون من حيث الظاهر يعتبرون ان هذا الطفل هو ابن ذلك الرجل من حيث الظاهر، حتى ولو كان من حيث الواقع ان هذا الطفل لا يعتبر ابن ذلك الرجل انما قال بكفالته او وابنه الى اخره، حتى من حيث ولكن من حيث الظاهر فكل الناس يعتبر ان هذا الطفل هو ابن ذلك هذا الطفل هو ابن ذلك الرجل. فاذا مات هذا الرجل ليس هذا الرجل والناس سوف تعتبر هذا الطفل هو وارث هذا الرجل، لانها تاخذ بالظاهر سوف تعتبره وارث وارث الظاهر. فاذا تعامل اي شخص مع هذا الوارث الظاهر حينما يكون سن الرجل مثلا حينما ترشده اذا تعامل معه على اساس انه وارث الظاهر فمعاملته هي معامله صحيحه لانه تعامل من حيث الظاهر وليس من حيث القانون، من حيث الظاهر هو تعامل معه على اساس انه وارث. حتى نبسط هذه المساله ونعطيك مثال اخر يتعلق بشركه التجاري. لنقل ان هناك شركه تجاريه وهناك مسير للشركه التجاريه مدير او وتم عزل هذا المسير من طرف الشركه، تم عزله لكن الشركه تركت هذا المسير يدخل ويخرج لهذه الشركه بدون حاسب ولا رقيب، وتركته يدخل ويجلس في مكتب مكتبها بالمسير ويوجد على باب المكتب لائحه تشير بان هذا المكتب مكتب مسير الشركه، وتعامل غير هذه الاسميه تعامل على اساس هذا الضرر واستثنائي انه عالم بالحاسب لمن يكون حسنيا تعامل مع هذا الضرر. هذا الشخص يدخل ويخرج من الشركه ويجلس في مكتب المسير، اذا النتيجه هو ان هذا الشخص هو المسير للشركه وتعامل معه فجميع هذه المعاملات هي صحيحه، ولا يمكن للشركه او الشركاء ان يدفعوا بان هذا المسير هو معزول لان الشركه اخطات انما تركت هذا الشخص يجلس او يدخل في مكتب المسير وتعامل خلقت وضعا وهميا، خلقت للناس وضعا وهميا ووضع اعتمد عليه الناس اعتمد عليه الغير فعلى اساسه بنى ثقته وعلى اساسه بنى حسنيته فتعامل معه. لا يمكن للشركه ان تطعن في التصرفات التي اقرمت مع هذا المسير على اساس ان هذا المسير لا يمثلها، وانما هذا ما يسمى بالمدير الضائع. هذه النظريه نظريه الضائع هي اساس الشركه الفعليه. يقول الفقه ان الشركه الفعليه شركه فعليه مفهومها هي ان هذه الشركه التي اسست طبقا للقانون، اي انها اسست اي انها تبقى الوصف التجاري لكنها تتضمن سبب اسباب المقاومه وتعامل مع الناس على اساس الخدمه التجاريه. الناس حينما تعاملوا الخير حينما يتعاملوا مع هذه الشركه لا يمكنه ان يبحث في كل المعاملات ان يبحث في السجل التجاري وتعرف هذه الشركه ما اذا كانت هذه الشركه قد اسست بالتلك النظريه ام غير النظريه.
وإنما تعاملات حيث الضائع. هذه الشركة مؤلفة السيف التجاري فهي مؤسسة يقول بأنها خلق له وهو أو خلق له فكرة تم حاكم فكرة الذي أن هذه الشركة مؤسسة تبقى للقلب فتعامل معها وتجد معاملته معها هي صحيحة. لا يمكن أن نقول بأن من هذه المعاملة هي باطلة لأن الشركة كانت باطلة. البطلان له أثر في الحاضر والمستقبل، أما الماضي فلا أثر له، جميع التصرفات هي صحيحة، لكن يشترط حتى نقدر أن نطبق هذه النظريات الشركة هي أن تكون هذه الشركة قد باشرت أعمال وأنشطة، قد وارتبت على هذه الأعمال والأنشطة حقوق والتزامات، لا يمكنه لأن الأمر نريد أن الشركة هي نستند إليها لتسهيل وإعطاء صحة أو عدم صحة التصرفات، وهذه الشركة إذا لم تكن قد قامت بأنشطة فمعنى ذلك أن هذه الشركة ولدت من الإنسان ولم يكن للحكم قرار سوى أنه أعلن وفاتها. يعني لم تكن تمارس مثلا لأسس الشركة في شهر يناير وفي شهر أكتوبر تم تقرير مطلعها وما بين شهر يناير وشهر أكتوبر لم تقم بهذه الشركة بأي نشاط تجاري، لم تقم بأي نشاط، من ذلك أن بالنسبة للمنطقة شركة مدرسة الشركة الدينية، لأن هذه الشركة تهدف إلى إعطاء المصداقية للتصرفات التي كانت في هذه الشركة، وهذه الشركة لم تقم بأي تصرفات ولم تقم بإبرام عقود لأهلها. وبالتالي فلا داعي لتطبيق هذه العقود التي تطبق هذه المدارس الشركه الدينيه على هذه الشركه لانها لم تقوم باي نشاط تجاري فهي ولدت في انسا وما كان للحكم القضائي سوى انه اعلن ان هذه الشركه هي ليس صادقه. الشرط الثاني هو ان لا يكون اطلاق هذه الشركه راجع الى جميع كل الحكم الخاص سبق عندنا ان لا وجود للشركه الا ما تم بطلان الشركه نتيجه عقود حقيقه، اذا عدم عقود حقيقه لا يستلم من اهل الشركه، ليس هناك شركه، لكن الحق ان نطبق امام الشركه الدينيه والاصل اننا لا نملك شركه، لا نملك شركه، اذا كانت شركه اسست تبقى للقانون وكانت تزود مثلا على سبيل التحجيم بطلانها حين لا تكون ولا شركه. يمكن أن نطبق على هذه الشركة الدينية، لكن إذا كانت هذه الشركة لها أسرع عامة، لكن هناك احتلال في الأحكام الخاصة كأن ينعدم أو قصة التعدد أو تسليم الحصة أو نية تلك الأهواء، نية المشاركة في تلك الأهواء تحمل الخسائر، فهنا لا تكون من الشركة، والشركة الدينية لا تطبق إلا على الشركات التي أسست أو التي تم قيدها في الشركات التجارية وكانت لها مكان خاص. الشرط الثالث هو أن لا تكون هذه الشركة، الشرط الثالث هو أن لا تكون هذه الشركة أو هرب هذه الشركة غير مشروع. أن لا يكون هرب هذه الشركة التي تم تقرير مطالع غير مشروع. فإذا ما أسست الشركة مثلا وهرب غير مشروع مثلا لإدارة مثلا منزل الدعارة مثلا أو لبيع وشراء المخدرات أو الأسلحة فهذا هرب غير مشروع. وبالتالي فلا يمكن أن نطبق إذا ما تم إقرارها لا يمكن أن نطبق على غير الشركة الكريمة، لأن أي تطبيق سوف يعطي إصداق لتلك التصرفات التي تقوم بها الشركة. فيكم مثال فدائما في نفس المدة ما بين شهر واحد وشهر أكتوبر نلقى بأداءها مثلا في مثال فإذا أسست الشركة وغير مشروع تتاجر في المخدرات وأسست في شهر واحد وتم تقرير المطالب شهر 10 وقامت بين شهر 1 وشهر 10 قامت باعتبار العقود يجب ان تشوف تتعلق بالمخدرات، طبعا الحال ان هذه العقود وهذه الصفقات تتعلق ايضا بالمخدرات لا بين شهر 1 وشهر 10 فإذا تم تقرير المطالب فلا يمكن ان نقول ان تلك الصفقات التي اقرت هذه الشركه بعد تقرير المطالب هي صحيحه، لان اي عمل أن أي إسناد إلى نظر الشركة الفعلية سوف يضفي مصداقية على تلك التصرفات ما بين شهر واحد وشهر عشر، وهذا غير ممكن يخالف القانون ويخالف الشرع الإسلامي.
هل يتساوي؟ هناك تساوي في الاختيار ضوء حول على بعض حول مسألة استخارة الشركة غير مشروع نتكلم عن غير الشركة غير مشروع غير شعب لأخيره هو الوقت العملي أنه لأن شركات تحيط غير مشروع لما زالت الشركات التي تقوم بإنتاج الخم من حيث الشرع هي شركات غير مشروع غير مشروع غير مشروع. فهل إذا تم إبطال هذه الشركة نقول بأن صفحة أبرمة هذه الشركة هي غير مشروعة؟ وإن كما قلت أنا القمر البقرة عن سبيل وهل هذا الفوز حقوق آخر وحلو دائما يجب الميزة ما بين القانون والواقع. ثم أن هذا النوع من الشركات الذي تأسس في المغرب والذي يرجع أسس تأسيسية أو أسس تأسيس به إلى فترة عهد الحكاية هو أن هذا النوع من الشركات كان مخصصا لإنتاج الخمور لأجل السياحة إلى آخره. هناك نصوص قانونية وهناك دعائم إلى آخره تتعلق بهذه الاستبدال السماح لإنتاج الخمور وتوزيعه وهو خاص يتم توزيعه بسبب الأجانب والواقع أمام ذلك. فلا أظن كمرجل نموذج كبير على هذه المسألة الذين يحصلون الخمور ليسوا أجانب فكلهم شاهدون منهم الذين يحصلون الخمور في هذه المسألة ومع ذلك فطبقا لهذه الطهارة وطبقا لهذه النصوص القانونية هذه الشركات طبقا للنصوص القانونية وليس موقف الشريعة الإسلامية وحتى من موقف مجموعة من الأشخاص وكذلك من الأمحان هذه الشركات هي تمارس نشاطات غير مشروعة ولكن تبقى النصوص القانونية هي تعتبر تمارس نشاطات مشروعة لأنها حصلت على التقرير الذي يسمح لها بمزاولة هذا النشاط. هل هناك أي تساؤل؟ إذا نستمع التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد لا تنمو مسألة البطلان هو من يتحمل المسؤولية عن تقرير هذا البطلان عندما تقرر المحكمة أن الشركة باطلة ويلحق هذا البطلان بطلان هذه الشركة يلحق ضرر دين الغير أو بأحد الشركاء من يتحمل المسؤولية عن هذا البطلان؟ طبعا هذا الأمر الاقتصادي يعتني بإسمالنا باقي الشركات يعني شركة المسؤولية الحدودة شركة التوصية شركة التوصية البسيطة وشركة شركة التضامن وما بين شركة المساهمة بالنسبة للشركة الأولى فالذي يتحمل المسؤولية عن هذا البطلان هو الشريك الذي كان متسببا بهذا البطلان وكذلك المسير أو المسيرون الأوائل الذين تم تعيينهم في بداية الشركة. إذا تقوم الشركة حينما تؤسس فأكيد يتم تعيين مسير أو عدة مسيرين لسير هذه الشركة. فمن الواجب ومن الالتزامات المفروضة على هذا المسير أو المسيرين أن يقوموا بدراسة وضعية تأسيس الشركة. هل تم تأسيس وقتها صحيحة أم أنها تحتاج إلى تسوية؟ وأنا ذلك إذا لم يقوم هذا المسير أو المسيرون بهذه الإجراءات لأجل تفادي بطلان الشركة فهو الذي يتحمل المسؤولية تجاه الشركاء بعض الشركاء وكذلك تجاهه عن ضرر الذي قد يتسبب فيه بطلان الشركة. وقد أمر بالنسبة للشركة شركة محاصة شركة محاصة لا تظهر لي فهي لا تقيد في تسجيل تجاري وإدارتها تتخذ نوعين من التسجيل إما أن يكون شريك يمارس التجارة بنفسه ويظهر أمام الغير على أنه تاجر فقط دون أن يدع
عمل البيع لأنه شريك، أو أن الشركاء يتفقون في مرض إمامهم ويؤيدون شركة خليكم شركتهم غير يؤيدون مسيرا ينم عنه يظهر تجاه غير على أنه كان في بعض هنا أن تغرينا على أسفته أنه مسيرا شريكا. فهنا إذا أتفى بطلان هذه الشركة، والأصل أن هذا البطلان يستمد إلى قانون التجمع العقوبة وليس إلى قانون الشركات قانون الشركات. لماذا؟ لأن هذه الشركة شركة محصة هي لا تقيد في الاتجاه، لا يفرض القانون عليها أن تتبع إجراءات بشكل معين، لا تقوم بإخراج النظام الأساسي، لا تقوم بإنقاذ السجل التجاري، لا تقوم بإيداع الوثائق المتعلقة بتأسيس جلالة المسائل المقدرة، وبالتالي فالذي يحكم ما بين الشركاء هو عقد قد يكون مكتوبا وقد يكون خبريا. وبالتالي فمن ذلك وإذا قالت إذا ما تعرفون هي التي تطبق في هذا الشأن وليس المنتسبات المتعلقة بذلك قانون الشركة المساهمة وقانون باقي الشركة. فإذا كان أحد الشركاء هو الذي تسبب في بطلان هذه الشركة فهو يتحمل مسؤولية مواجهة الشركاء الآخر. أما الشريك الذي يظهر في مواجهة غير على أنه يمارس التجارة وهو نائب أو هو مسير للشركاء فهو يتحمل مسؤولية مواجهة غير، لأن الغير لا يعرف الشرك الشريك، فهو لا يعرف إلا هذا الشخص الذي يمارس التجارة فهو يتحمل مسؤولية مواجهة. أما شركة مساهمة فشركة المساهمة الذين يتحملون المسؤولية عن بطلان الشركة هم مكسبون، لأن تكسيب شركة المساهمة يتم عبر إجراءات معقدة، والمكسبون هم الذين يتحملون المسؤولية كاملة بما يخص تأسيس أو بطلان تأسيس الشركة التجارية. فإذا ما كان هناك بطلان وكان يرتوي من المؤسسين فهم الذين يتحملون المسؤولية بشكل تداولي وهي مطلقة. ثم أيضا المسيرون أوائل ومجلس الإدارة الأول الذي يتم تعيينه عند تأسيس الشركة، وكذلك الالتزامات المفروض عليه قانونا، ويتأكد من إذا كانت هذه الشركة قد تم تأسيسها في أيام الأمن، وإذا لم يتقوم بهذا الإجراء معنى ذلك أنه أقل من التزامه الذي يفرض عليه القانون، وهنا يتحمل المسؤولية هذا المسير أو المسيرون أو مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية كاملة إما في مواجهة بقية المؤسسين بقية المتفاهمين أو في مواجهة الغير. وبذلك نقوم قانونا على منفصل كتاب على القسم الأول الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة. يسمح لنا الوقت أن نتناول مسألة قسم ثاني متعلق بالشخصية المعنوية للشركات التجارية. هل هناك سؤال حول هذا القسم الأول؟ شركة المحاصيل الذي يتحمل المسؤولية أريد وأكررها، الذي يتحمل المسؤولية هو الشريك الذي يضع الشركة هناك هو المميز. هذه علاقة الشركاء هما بعضهم بعضهم بعض، وفي علاقة الشركة هو جزء شركة لا تعرف هو جزء هذه أنواع الشركة. شركة المحاصيل هي مستثمرة لا تعرف هي استثمارات هذه الشركة تتخيل شكلين، إما أن كل شريك يذهب يقوم بممارسة التجارة بمفرده باسمه الخاص، مثلا لنقل شركة محاسن مؤلفة من أربع شركاء كل طبق على تكوين شركة محاسن مستثمر، ولكن كل شريك يظهر يتعامل مع على أنه متاجر وليس أنه شريك، يتعامل باسمه وإن كان الإسم شريك يتعامل باسمه. أنت لا تستطيع أن تتأكد ما إذا كنت مديرا أو مسيرا أو شريكا شركة محاسن، أنت تتعامل مع إصدار على أني تاجر. وإذا أما الحالة الثانية هو أنه يمكن للشركاء مثلا أن يتفقوا على أن يتم إسناد
تسجيل او انقطاع الى الشركاء او الى شخص من الغير. هذا الشخص من الغير والانسان ليس كريما لكنه فعلا يعلم ان يمارس هذه الانقطاعات باسمه بمواجهته لكن ليس كريما. وبالتالي اذا في علاقه شركاء بمواجهه اذا كان هناك سبب مقام يرجع الى احد الشركاء هذا الشريك هو الذي يتحمل المسؤوليه في مواجهه الشركاء. اما في بعض الاحيان المواجهات التي يتحمل المسؤوليه هو الشريك الذي يتحرك في مواجهه الشركاء. لكن هنا نتكلم عن وطن الكريم هذا الوطن هذا من الشركه لا ترفع اليه او الذي يهدي او هدم الاعتبار
أنا ما أقول واحد كبير شخصي لذلك أن هؤلاء الأشخاص لم يؤسسوا هذه الشركة إلا على أساس ذلك الاعتبار ولك علاقة ولا اعتبار شخصي. ما معنى الاعتبار الشخصي؟ أنا لا أؤسس شركة تضامين مع هذا الشخص إلا لأني أعرف هذا الشخص، ولو لا معرفتي ولو لا ثقتي بهذا الشخص ولو لا سمعتي تجاهي بهذا الشخص ما كنت لأقوم بإيراد شخص أحد الشركة. هذا هو الاعتبار الشخصي. إذا مات هذا الشخص لا يمكن أن تفقد الشركة حتى وإن كان متفتتة أربعة. هذا تأصل إذا باع إذا تخلى قصته وهو قصد تلقى للشركة. هذا كقصد طبعاً جمسوا إن شاء الله يتحرر على أخوة للشركة، لكن يمكن للشركة أن يلتحقوا بما بعد إما من القصد أو بعد وفتد الشركة، يمكنهم أن يتفقوا على استمرار الشركة. مثلا إذا كان الشركة عندها مثلا باري الحق تجمعهم روابط مالية أو صدقة أو صحة إلى اليوم، هناك اعتبار شخصي. وما تفعل الشركة؟ ما تفعل الشركة ولم يكن وليدا؟ فالأصل أنها تبقى، لكن يمكن للشركين الباقيين على قيد الحياة أن يتفقا فيما بعد على استمرار الشركة أو أن يغيروا هذا المتطلب في النظام المالي. نفس الشيء بالنسبة للحالة الاستقلالية، كيف تنصيع في الأسهم وكيف تنصيع الوزن؟ تتضمن نوعين من الأسهم، هو الشعب الوطني، مثل عائلة المنتظرة على شركة الأسهم. لماذا على الشركاء؟ أو لماذا على الشركاء؟ بالنسبة للشركاء المنتظرين؟ أو عندما تم الحج عيني أو تم نحو آلية مثلا أو ثم هناك إجراء نقص حالية بمعنى إعطار حالية مالية أو كذا، فالأصل أن هذه الشركة تضرب تنقل. الله أعلم إذا كان هناك اتفاق يحمي باستمرار الشركة أن نبدأ هذه الشركة تستمر. الأصل أنها تنقل لأن الاعتبار الشخصي قد تمها الدور أو تمها الدور. أما بعد ذلك فيمكنهم أن يتفقوا على استمرار الشركة. والأصل كله في تمييز بأن تقوم بإسئلة كل مجال التصرفات أو في هذه المجال التصرف، فلما أن هذا حق هو حق تستطيع أن تتخلى عن مورد الفتاة العلوم أن تبني تبعه إما بالمقابل أو تتخلى عن المقابل أو المقابل، فهو المسلمين لا يتدخلوا في المقابل وإنما يتركوا هذا الشيء بالاختيار. يمكنك تحف ويمكنك أن تتخلى يؤدي هذا الى الشركه، لكن يمكنك ان تتفق على استمرار الشركة لان الامر يتعلق بمالك وخططك التي يجب زيارتها والتصرف فيها من احاسيب وراقبين لهذا الشرك. اذا نستمر ان شاء الله الشخصيه المعنويه للشركات التجاريه. فأقصد ذلك هي عبارة عن مجموعة من الأموال مملوكة لمجموعة من الأشخاص من أشخاص كافي غالب معين. مجموعة من الأموال مملوكة لمجموعة من الأشخاص من أشخاص كافي غالب معين مشترك غير شامل. فالشركة هي عبارة عن مجموعة من الأموال مملوكة بالتشارك مع مجموعة من الأشخاص الشركاء أو المساهمون في تكلفة تأمين غرض معين هو استثمار شركة وهو نشاط مشترك. إذا هذا هو المسمى الشخصية المعنوية. المسمى الشخصية المعنوية مثلا المسمى الجمعية فلا نقول بأنها مجموعة من الأموال وإنما نقول بأنها تضافر مجموعة أو مجموعة من الأخر تتضافر في زوجها أو زوجاتها من أجل تحقيق غرض معين. وبالتالي حينما يتساءل عن شخصية معنوية الشركة التجارية فهذه الشخصية المعنوية للشركة التجارية لا تبدأ الشخصية المعنوية للشركة لا تتبدأ بالشخصية المعنوية إلا ابتداء من تاريخ قيد السجل التجاري. حينما يتم قيد هذه الشركة في السجل التجاري فتصبح هذه الشركة متمتعة بالشخصية المعنوية.
وبالتالي تنفصل هذه الشركه عن الشركاء. يصبح القائد يخالف هذا الشخص كشخص معنوي ولا يخالف الشركاء. يصبح هناك استقلال ما بين الشركه وما بين الشركاء. لا يخالف ان تشارك الشركاء بكيفيه مباشره وانما يخالف الشخص المعنوي. هنا نقارن التساوي اتجاه المقيم في اتجاه. اما في المحاصة فهي لا تتمتع بشخصين معنويين. لان لا يستلزم ان تقيدها سيفي اتجاهي. قال معنى لا تتخيل سيفي اتجاهي يمكن ان تقيدها سيفي اتجاهي فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. وبالتالي نقارن التساوي بغير أهمية. نحن في فترة التأسيس وقد نحتاج الشركة في سيفي اتجاهي. إذا قام المؤسسون بأعمال وإبرام العقود خلال فترة التأسيس وقلنا قيد الشركة السجل التجاري، من يتحمل المسؤولية عن شراء العقود التي أبرمها هؤلاء المؤسسون؟ قد يقوم المؤسسون بإبرام عقود تحتاج إليها هذه الشركة أو يحتاج إليها تأسيس هذه الشركة. مثلا عقود اشتراك الماء والكهرباء، عقود اشتراك الهاتف، عقود اشتراك الانترنت، شراء محل مثلا او مقر او كلاه لكي يكون محل اجتماعي للشركه، الابرام عقود مثلا مع العمال لكي يقوموا بانتاج او باستغلال النقاط التجاريه للشركه، كل هذه الاشياء هي صالح الشركه في فتره التاسيس. إذا ما أخذ المؤسسون هذه العقود وهذه الصفقات في فترة التأسيس وقد لا يتم قيد هذه الشركة في سجل التجاري، قد لا يتم قيدها لكن لا يتم كوشها بين الشخصين المعنويين، من يتحمل المسؤولية عن آثار هذه العقود والصفقات؟ هل المؤسسون أم الشركة؟ ها؟ اتفاق شركاء لكن هناك المادة 27 من قانون شركة المساهمة تقضي بأنه أن الأعمال التي يقوم بها المؤسسون قبل قيد الشركة في السجل التجاري لا تتحمل بها الشركة إلا إذا وافقت الجمعية العامة العادية أو غير العادية الأولى عليها على تلك الأعمال. لأن نحن أمام قضية الجمعية انعقدت ووافقت على تلك الأعمال تتحملها الشركة. إذا نحن أمام ثلاث أوضاع أساسية فيما يخص تفسير أو فيما يخص تحليل هذه المادة 27. الحالة الأولى إذا ما تم إبرام أو قيام بمجموعة من أعمال صالح الشركة في فترة التأسيس ولم يتم تأسيس هذه الشركة بذاته، قام المؤسسون بإبرام مجموعة من العقود إلى آخره، لكن بين عشية وضحاها ولا نتيجة مثلا وجود نزاع إلى آخره، تم استغناء عن تأسيس الشركة. هنا لم تؤسس الشركة. هنا الذي يتحمل المسؤولية هم المؤسسون الذين قاموا بتلك الأعمال. المؤسسون يتحملون المسؤولية، المسؤولية هنا هي مسؤولية مطلقة وتضامنية في مواجهة الغير. أما إذا تم تأسيس الشركة بقيد السجل التجاري فالمشاريع ميزتها بين حالتين، أو يمكن أن نستخلص التمييز ما بين حالتين، حقيقة حينما تتأسس الشركة أول شيء يقوم به الشركة هو انعقاد جمعية عامة. هذه الجمعية كما قلت هي عبارة عن برنامج للمبادرة في مسألة التأسيس. فإذا هذه الجمعية العامة العادية أو غير العادية الأولى أقرت أن تلك الأعمال هي في صالح الشركة وتتحملها الشركة، فأدوات الشركة هي التي تتحمل تلك الالتزامات المترتبة لتلك الأعمال. لكنها إذا عقدت هذه الجمعية أتتحمل الشركة هذه الأعمال التي يتحملها المؤسسون وليس الشركة. مثلا كما ترى هذه الجمعية ترى بأن تلك الأعمال وتلك الصفقات والعقود التي أبرمها هؤلاء المؤسسون لا تتعلق بتأسيس الشركة، أو أنها مبالغ فيها، أو
شيء من هذا الاعتبار. فهمتني؟ قلت نعم، رفض الجميع العلماء الأدلة وغير الأدلة لهذا عن الاستثمار والشركة هذه يفضي إلى أن المتخصصون هم الذين يتحملون المسؤولية كاملة عن سكة الأعمال ومسؤولية غير المجال لمسؤولية تضامنية ومطلقة. يبقى تسألون تكلمنا عن التخصيص، ولكن هل هذه الشخصية المعنوية تستمر عن الشركة إلى أي سكة الشركة؟ كيف تسكية الشركة؟ حينما تبقى للشركة لابد من تسكيتها، لابد من تسكيتها، لابد من إحصاء وجود الشركة من عقارات ومنقولات، لابد من استخلاص ديون الشركة، ولابد من أداء الديون التي على الشركة من أجل تشكيل ما هو الفاقد الذي بقي للشركة وتشكيل ما بين الشركة. هذه تسمى بمفعلة التسكية. هل الشركة تملك في هذه الفترة في هذا العلم؟ جاء المجمع المغربي في المادة 66 من قانون شركة الإسلام وقال بأن الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم، بالقدر اللازم لشخصيتها فقط، ليس لها شخصية معنوية واسعة، وإنما بالقدر اللازم، أي أن جميع تصرفات اليوم غير مصلحية، إذا كانت صالحة للتصنيع فارحب بها، إذا لم يكن بصالح التصنيع فهو الذي يتحمل به هو المسؤول عنه. يعني لها في فترة التصنيع لها قدر من شخصية معنوية، لكنها شخصية معنوية نقول بأنها ناقصة، هي مقررة لصالح التصنيع. إذا كانت في صالح التصنيع كان الأمر أما إذا كانت خارج التقصية فيمكن لا يمكن أن تحمل الشركة، وإنما الذي يحمل بها هو الشخص الذي قام بإبراهيم وهو المصرف. ما هي النتائج المترتبة عن هذه الشخصية المعنوية؟ هذه الشخصية المعنوية ترتب آثار المعنوية طبيعية. أولى هذه الآثار لابد أن يكون الشركة هوية، لابد أن يكون الشركة على غرار الخاصة به، لابد أن يكون لها الخصوصية، لابد أيضا أن يكون لها دينا مالية، ولابد أيضا أن تكون لها أهلية. والهوية هوية الشركة هي محددة أصلا، هوية أي شخص طبيعي نقول بأن هويته ومتمثلة في اسمه ومتمثلة أيضا في موقعه ومتمثلة أيضا في سياسته. كذلك الشركة التجارية لابد من أن يكون لهذه الشركة اسم تحمله، وأن تكون لها في سياسة تشتغل إليها، وأن يكون لها موقع تستقر فيه. فمما قصة التسمية؟ يقول القانون أن كل شركة يجب أن تحمل تسمية معينة، إما مشتقة من غرضها أو تسمية مبتكرة. يعني إما يكون هذا الاسم مشتق من غرضها، مثلا أن نقول شركة السباحة، فهذا السباحة إذا كانت شركة تقوم بإنتاج مواد السباحة أو تقوم بعملية السباحة، فهذا الاسم مشتق من غرضها أي من مصلحتها، هذا الاسم صحيح. وإما أن يكون اسما مبتكرا، مثلا قد نقول شركة تمرين، قد نقول شركة أخلص مثلا، ويمكن أن نجمع بين الاسم المشتق والاسم المشتق من غرابة، قد نقول شركة أخلص السباحة، فهي أخلص تحمل اسم المشتق، والسباحة هو مشتق من غرابة يعني من المشتق. والمجتمع المغربي قال بأنه بالنسبة لجميع الشركات باستثناء الشركات المساهمة استثناء شركة المساهمة يمكن أن يضاف إليها اسم أحد الشركاء أو أكثر، مثلا نقول شركة عبد الرحمن للنقل، أو مثلا نقول شركة عمر فاروقي للنقل. هذه الشركات تحمل اسم أحد الشركاء، وكان عمر فاروقي أحد الشركاء، هذه تحمل اسم أحد الشركاء وتحمل في نفس الوقت اسم مشتق من غرابة تقوم بالنقل، لكنه يتعين على كل شركة تعين أن نوضح طبيعة هذه الشركة ما بين قوسين، نقول شركة المنفرة للنقل ما بين قوسين، شركة تضامن أو شركة مسؤولية محدودة أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية مكسورة، حتى يعلم الفريق
طبيعه الشركه وطبيعه المسؤوليه التي تحملها الشركه لهذه المسؤوليه. يميز ما بين المسؤوليه المطلقه على المسؤوليه غير المطلقه المحدده. وسمح لنا سامي المعلم بالنسبه لشركه المساهمه وشركه المسؤوليه الاولى ان يكون الاسم مختصرا. مثلا بالنسبه لشركه المساهمه يمكن ان نقول شركه معروفه للنقل، ونقول مثلا بين قوسين ديرو جيمي يعني شركه مساهمه، او اس ا سوسيتي امني، وكذلك شركه المسؤوليه الاولى نقول شركه المسؤوليه الاولى مثلا شركه معروفه للنقل، ونقول شركه ذات مسؤوليه سين دار ديني او اس ا ار ان. بالنسبة لشركة المسؤولية المحددة وشركة المسؤولية هو اللي يخصم المشاريع باختزال الاسم في الأحرف. وطبيعة الحال أن المسؤول من المسير أو من المجلس الإداري يتحمل المسؤولية أو العقد بغرامة من 10 درهم إلى 10 درهم إذا لم يضم بالوثائق التي تصدر عن الشركة اسم هذه الشركة واسم والمقر الاجتماعي التي تعتقده أو المقر الذي تستخدمه الشركة والمقر الاجتماعي. لا أقول قولي هذا والسلام عليكم.